يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده السادسه. كلام كتير طبعا عن النادي الاهلي وعلى استعداده لماتش بيراميدز وعلى مشواره لقطر عشان ان شاء الله يشارك في كاس العالم للانديه. لكن خلونا الاول نقول انه الحدث الاهم النهارده هيكون مواجهه المنتخب المصري مع سلوفينيا. مصر كلها الحقيقه هتتابع المباراه، مباراه التاهل ان شاء الله باذن الله، وفرصنا وحظوظنا فيها كبيره، اما الفوز واما التعادل يتحدد على اساسهم طبعا هنقابل مين، لكن الاهم ان احنا نتأهل للأدوار اللي جاية. كل التوفيق لرجالة منتخب مصر، والعروض المشرفة اللي قدموها الحقيقة تطمننا إلى حد كبير وتخلينا متفائلين إن شاء الله بإذن الله بتجاوز عقبة سلوفينيا النهاردة.